حسبي الله. مكفيش مكفيش. هو ده مش بيت الباشمهندس كامل عبد العظيم؟ ايوه. يلزم خدمة؟ حضرتك اخته مش كده؟ ايوه. ست عزة؟ ايوه. انت مين؟ انا حسن، حسن عبد الراضي، كنت زميل مش مهندس في تشرفنا. الله يشرف مقدارك. خير؟ خير طبعا. امال ست وفاء فين؟ وفاء وفاء وفاء. كم عن كام؟ حضرتك عايزني؟ مستغناش يا فندم. تقول انك انت تعرف جوزي؟ اللي عرب انا والبشمهندس كامل كنا زملاء في السجن. يا سلام، يعني احلى ايام قضيناها في السجن انا والبشمهندس كامل. اهلا سلمى. سلمى مش كده؟ ايوه سلمى. اه ما شاء الله ما شاء الله. باشمهندس كامل ما كانش ليه سيره غيركم، بس كان قلقان على عادتكم لو حد يكون كده من غير راجل. اصل انا والبشمهندس كنا اكثر من الاخوات، كنا يعني اتنين في اتنين كده. كنا بنحلم باليوم بقى اللي نخرج فيه من السجن ونيجي نعيش سوا هنا، يعني نعيش كلنا، يعني ننزل على الارض ونخضر اصل كان عارف ان انا وحداني ومقطوع من شجره ايه. فتحة على روحه. فتحة اختي، فتحة. يعني احنا المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ ما انا قلت انا كنت جاي لكم يعني ليش حتى وممكن اساعدكم. لا انا يعني قبل ما انسى، احنا ما نقدرش نقعدك معانا. ست عزة انا وجودي معاكم هنا بالعربي ظروفنا ما تسمحش بوجود راجل غريب هنا. عن اذن. يلا وفاء يلا. الراجل ده غلبان قوي، مش كان ينفعنا في الشغل؟ ايوه بس انا ما استريحتلوش. بس على الاقل يعني كنا قدمنا له كوبايه شاي. ملعون ابوه. ما انت عايزاه ده راجل غريب ورد سجون كمان. هذا اللي كان ناقص. الله، مش كان مع بابا؟ ايش جاب لي جاب يا بنت؟ ايش عرفنا ده حرامي ولا قتل قتل؟ وتفتكري يعني هو جاي لنا من اخر الدنيا عشان يسرقنا ولا ينهبنا؟ ده السجن ارحم من هنا يا عزه. يا دي النيلة. ايه في ايه؟ انت شايفه القارب راح فين؟ يا ماما يعني احنا ناقصين؟ مش كنت تربطي كويس؟ بقول لك ايه، انا لا اللي مش ناقصاكي، كفايه عليا عمتك. يلا عشان نروح نتصرف في الخيبه دي، ولا انت بس لسانك؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ ده جاي اللي هو ايه؟ الراجل. خلينا في حالنا. صباح الخير يا ست وفاء. انت لسه هنا؟ امشي اروح فين؟ هو في ايه لا مؤاخذة؟ زي ما انت شايف القارب بتاعنا الطيار خده. اه، وهي المياه غلطة؟ لا مش قوي. مش قوي يعني مش خطر؟ اصل انا في العم مش اللي هو يعني. لا. طب انا هنزل اجيبه. شكرا، خليك مستريح. لا لا ازاي؟ لا لا خليك مستريح. توكل على الله. ايوه ما تجيش.
ايه في ايه؟ نزل يجيب القارب. هو مين ده؟ على فكرة الباشمهندس كامل كان بيقول القارب محتاج يتنظف اول باول والدين. انا ممكن اعمل حاجات كتير كان المرحوم قايل عليها، بس انا مش فاهم ست عزة قافلة مني ليه كده. اهلا. المايه تلج تلج. احنا متشكرين قوي، ما كانش في داعي تتعب نفسك. لا تعب ولا حاجه، انا نفسي اخدم. وين الحبل؟ هات عنك انت بس. لا عنك انت سيان. يلا يا اخويا انت تسرح شويه وتتوكل على الله. ايه ده؟ خد خد. اي بس تعزى ما تجرحنيش. مش القصد يعني. ما تجرحنيش. خلاص على راحتك. طب يلا بقى، مش هنقعد طول النهار هنا. قليل قوي. هي نشفي زي ما كل حاجه ما بتنشف هنا. اسمي حسن يا حبيبتي. ماما بتقول لك تفضل عشان تاكل معانا. لو انت حلال ده انا كنت شويه وهقع من الجوع. صحيح انت كنت مع ابويا؟ انت مش مصدقاني؟ لا اقصد يعني اتكلمت معاه. طبعا اتكلمت في حاجات كتير معاه. طب كنتوا بتتكلموا في ايه؟ ثلاث سنين 365 يوم. شوف بقى ده احنا ما سيبناش حد بس حاجة أنا ما اتكلمنا فيها. مش مهندس كامل وصف لي كل حاجة هنا. البيت والترابيزة دي والدفاية. لا لا طبعا. كأني كنت عايش معاك هنا. مش المفروض في مكتبه هنا؟ وقال لي اول ما تخش من اوضه القعاد على ايدك اليمين. المفروض في مكتبه هنا. ايوه كانت مكتبه، بس انا شلت الكتب مع حاجه المرحوم اللي ما بنستعملهاش. الحمد لله. انا جايب كده حاجه يعني مش قد المقام يعني. هدية بسيطة. أنا ما كنتش متخيل إنك أنت بقيتي عروسة حلوة كده. الله ده جميل أوي، متشكرة أوي. من زمان وأنا نفسي بدبة زي دي. خدي بقى، اتفضلي يا مؤاخذة. اتفضلي. ما كانش في داعي تتعب نفسك. أيوة بنت زي أختي. صلى الله بقى إن الهدايا دي تبقى على ذوقك يعني. جميل أوي. الله انت ازاي عرفت ان ماما بتحب اللون ده؟ اصل الباشمهندس حكى لي عنكم كتير، فتح لي قلبه وفتحت له قلبي، حكينا لبعض على كل حاجه. انا اعرف حاجات عنكم ما تتخيلوهاش. يعني تحبوا ايه؟ تكرهوا ايه؟ طبعك، طبع عمتك، طبع ماما، تفاصيل حياتكم. السمك ده الظهر نار، البرد اكتر.